بابا. حق امي قاعده تصفط على الكريمه تاع البارح ما نجمش نكملها. اش فيها بنينه وخفيفه غلبتك؟ لا وري خليت شويه مقروض من الاسواق بشمت. بقي تبح في ماكله الشارع. قلت لي راني عملت لك مقروض في الدار. سليمان مع الصبح على امك. سامحني امي صباح الخير. والله نسيت. سيدي خويا اخي ما ردنيش انا. ما تقوليش بيك داخل بعضك ضيعت حاجه. انت لا انت هدره فارغه. فلوس؟ اي اي امي ضيعت بياسة ب5000. بعد 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 لا تحكي فيها 5000 نلقاها في دقيقة. أما اسمع سيدي خويا راهو نقسموها راهو. برا شد بوقتك برا برا ناقصك أنا توا قلت لك عاوني. علاه سليمان؟ خوك يحب يعاونك طبخ سوا. أمي هي اسمع أنا قبيلة نحشم في لحيتي في بيت البان لفت لي صبحي ما لقيتش خوصة العرس. قلت له ربما ضيعت هنا في الصالة ماني سهر هنا البارح. صار هذه هي الحكاية مالكش خليتها في بيتك؟ زعما نشد شي مرتك؟ ما نشدهاش فك عليا. تقول لك هذايا ضيع الخوصة بالعاني باش ما عادش يحطها. ما نسخايلكش تخاف منها لهالدرجة. أنا مش خاف منها يا أمي أما المشاكل الزايدة الوين؟ باهي باهي برا غسلو شك وطوعا نكمل نخمل الصالة هنا كان تحت هوني تو نلقاها. يفضلك يا عمي وانا تو نستناها تخرج من البيت ولا وجهها غادي. امي شكالي واش وشك؟ يشكي مني كالعادة؟ لا حاجة بيني وبين. بعد انا خطيني. خطيك. هاي الحمد لله. مش باش يخلصنا ومش باش يسلكنا. صباح الخير. صباح الخير. من الليله تعديت للبارح كنت تعرفوا واش حلمت؟ ان شاء الله خير. حلمت بروحي ماشيه للبولينغ نهار السبت العشيه بحوايجي القدم. ولطف على بنت خويا. وكي قلت لكم مشيو لي بونتاكور ومريو البيزو بيزو كي كستو. بيزو بيزو وش هي هذه؟ تنوع نوع نتاع قماش ياسر دي مودي. اما لا نعلمك هازبين اللي البيزو بيزو رجع طالع ياسر اي سورتو مع بونتاكور وبوت نتاع كيتاسيون. انا هازبينه اسمع واش تعلم شويه انجلي في المكتب باش تولي تسبني. هازبين معناها انتيكا بابورك زفر. ماما اسمع فيها فاش تقول لي. نسمع فيها وماني فاهمه حتى شيء. صباح الخير. صباح الخير. تون تصرف اذا كان نفض الغبره الكل وانت ما زلت كح تون نجيب لك سيرول بيرويك. يكح من وقتها تكح؟ اذا عندك ال قبيله كي جا للصاله ولا يكح هذاك علاش انا باش نفض لها غبرتها. بسم الله. بسم الله. عندك الحساسيه ولا كيف؟ ربي يستر. خدمت هذاك اللي ناقصني انا جيب السروال تفتق. مش مشكل تو نخيطو من بعد. وانتي فاش قام حاط يدك في مكتوبك؟ صبحت لي كي القرسانه شويه هكا وكاو. عيطت لي هكي جنيت نانا هو عم الصادق جاك يشكي يتفضل ادخل جبك من الباب. لا لا عش بنتي مزروب. مزروب انت ريتي وفاضي شغل اش عندك ما مزربك يا بابا يا لا داري ولا قعدت بالهدي الغاز
يا تلقاك عندك فويت وهذا فيه شك يلا إيش قاعد تستنى بابا تحب البلاص يا رحلة يلا امشي اجري لستك كلمهم انت مولاة الدار وانت يلزمك تكلم لستك طوى وقته انا ولا انت كيف كيف القاس ما تلعبش بيه ماني ما نشمش نشيله عيطت لهم برشا مرات وديما نفس الحكايه شي بيتقوش الفويت ساره تطلعش تهلوس والمره هذه تحبني انا نقعد الحشمه معاهم منين الهلوس عندك ثلاث ايام لقيت حكلا وكيده ولا بريكيه في الدار اطلع معايا وثبت بنفسك وكان ما شميت شي طاح الكف على ظلمك بيه يا سيدي طوى نطلع معاك فرصه باش نشوف البرتمان يا من وراني عاد كيفاش ولا يا لا باللي باش يولي ما يوليش عتعس من الحاله اللي لقيتو فيها كي المفيد المفيد هيا نمشي عزه يا عزه هاني واصله مع عمك الصادق الشوكيع وهاني راجعه صباح الخير يا زيزو شنية هذه زيدة يا طفل قلت لك من هيك العام كي انت ما تعرفش تتربش بيا مش لازم في كل مره تقلب لي اسمي وزيد زيزو هذه مش عاجبتني سعد البارح تفرج في التلفزة على مشكورة في فرنسا المعلق من اللي بدا الماتش اللي فاو يتربش بجوار يعيط له يا زيزو اولا انا مانيش جوار نتاع كوره ثانيا زيزو هذه اسم زين الدين زيدان الثاني تبارك الله عليك يا زيزو قداش تفهم في الكوره نفهم نفهم في الكور الكل الا الكوره اللي فوق كتافك هذه صباح خير صباح خير يا اخي كيف بويني يظهر لي دخلت تحضر لك في قهوتك دكتور قهوه شكون قهوتك دكتور اي والله وقيضي بالحق قلت لي وقتاش عندك موعد انت الكاتبه نتاعك قالت لي باش نجي 9 اسمي حسن حسني اي وي ست ساعات على عقلي 9 مرحبا بيك احكي لي دي شكون عندك بالضبط هو تفضل قلت مش ندخل البيرو خيرا اي ما انا لازمني نعرف عليك حاجات ما بين جاي زميلي يكمل معاك في بيرو في بيرونا تفضل قل لي اول مره تجي تعدي عنا سي حسن حسني باخي سبوي صباح الخير مدموزيل دالندا مدموزيل دالندا من وقتيش قل لي يا اخي شبيه الدكتور قلت له ما جي صار مش هذا طبيبة شكون طبيب هذا ليه هذا اسبوعي الفيرم لزميلي سعيدك ما قلت ليش اسبوعي زعما الدكتور مزيب شبكة؟ ني يزور لي مش قطع سروالو قطع سروالو صباح الخير دكتور صباح الخير تفضل أول فيشة متاع سي حسن حسني بارك الله فيك عسلامة سي حسن حسني تفضل 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 هاي البيرو زعما سمعني شنو سامعك هو عليا هو امي فضيله يا اخت لوج على حاجه ليه علاش ليه خطر من بكري وانا اشوف فيك تفركس من بلاصه لبلاصه بيت النوم متاعي دخلتها يجي 3 مرات ومخاد الصاله قلبتهم وشقلبتهم ما نعرفش قداش من مره قولي راهو كان ضيعت حاجه بالكش نجم نعاونك ليه نخمل في الدار كيف العاده وانت شبيك لهيا بيا سي عينا ندور وانت ورايا مو لاباس تعس علي ولا شنو حكايتك اوف اش قام نعس عليك هاني ماشيه البوتيك متاعي وسامحني كان قلقتك سميح قل لي سيدي من وقتاش تبدلت ولات عنيفة معاك هكا جمعة بعد العرس تلواش دكتور روحت بعيني زرقة ملوتيلي العدينة فيه شهر العسل لا عسل عسل وتي عندك مدة وتاكل فستاكة وساكت عمرك ما حمرت عليها عينيك هكا وحطيتها في بقعتها حاولت يا دكتور اما الغالب اقوى مني
تغلبني راهي تغلبني. أما فما مرة اتشجعت إيه؟ وقلت لها لو كان مازلت حط يدك عليا إلا ما نشكي بيك. ولا تعرف إيش عملت لي؟ إيش عملت لك؟ عطاتك بونية؟ يا ريت. ما اللي عطاتك دماغ؟ يا ريت يا دكتور يا ريت. حصرتني في الدار 3 أيام بلا ماكلة ولا شراب. شنو ما؟ وما سيبتني إلا ما حلفت لها باش ما عادش نهددها بالحاكم. هذا ممنوع، هذا ممنوع سيدي، هذا فريز دوتاج يتسمع. ومن وقتاش عندكم معرسين في هالهناء والسعادة هذه؟ هو محسوب 5 سنين. 5 سنين؟ صباحني إن شاء الله خير. يدور لي يدور لي يا ألو وي دالاند أمي جاي تعمل أمي هوني بي قول لا تدخل. شو شو نعمل؟ سمحني يا سمحني. ها أمي مو لاباس؟ سامحوني. شوف انفضت الديفو في الدار قلبتها ريحتها ما ثماش. هذاك اللي كنت خايف منه أنا. زعما وين مشيت؟ عجب تكونش ضيعتها هوني في البيرو. في البيرو؟ تعرف كيفاش؟ نخدم على روحك توينا نفركسها. يا أمي يا أمي ليه عايشك ليه عايشك؟ هاتون فركسها هنا قاعد نخدم توا قاعد نخدم. في لمان أمي في لمان في إيش قولك في ولدي؟ طبيب وعليه الكلام لو كان دور البلاد كلها ما تلقاش كيف. يكمل عليك يا حاجة. يعيشك يعيشك. أي أمي توا في لمان ويظل لي ما عادش بكري على فطورك. قل لي قبل ما راكب الفطور شاهيش حاجة نطيبها لك. أنا شبيتي شوف شوف مع أسبوعي حقا. وي يا أخي شبيه أسبوعي خايف منك يرعش إيش عمل؟ شي يا أمتي شي تو نحكيهم بعد من بعد نحكيهم. هيا في لمان أمي في لمان في لمان. سامحني ولدي إذا عطلت. اسمح يا حاجة اسمح. الوالدة. موسيقى غناء لقاءات مع فنانين ضيافتنا سهرة فنية تتابعونها مساء كل سبت على القناة الوطنية 2، فكونوا في الموعد. باقي عابدك يا خيتي من رجلي الكبيده نتاعي. ما تسمعش كلام واش عندك فيه؟ قولي اختي جنات ما نجمش ندخل حذاك الدقيق حاجتي بيك في قضايا. لا 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 ماهيش الا فضيله. تفضل تفضل تفضل. هاي تفضل سي حسن حسني. مالكي ما وصيتك ها؟ وريض اللعب قد ما تقدر وكوراش وما عاد نجم عجايب قدرة ربي. هاي كان لقيت سبب باش نتلفها يا دكتور. سايرها سايرها. بارك الله فيك. في الامان في الامان. والله يتمسي كل امي هي وصاتك من ما تخرج. وما وصاتكش باش تشد لسانك قدام الناس؟ غيره ما قلتليش عليها. ربي يا دكتور سامح وربي يوسع بالك. يا امي اش عملت لك يا امي هكا؟ يا امي اش عملت لك هكايا يا امي؟ ها؟ سيدي خويا ويني؟ خوصه تاع العرس بتاعك. خوصه؟ اما خوصتي ها في البيرو خوصتي كلاني صبعي يا اخي نحيتها وطور رجعها من بعد شويه. وانت علاه تسال؟
لا انا قلت تطلعش كيما برشا رجالك اللي كيجيو خارجين من الدار ينحيوا الخوصه زعما عزاب. سيدي خويا ننصحك ترجعها والله والله بالحق تشرق بيك اختي زينب. بالله ما اللي ما شنواش لا لا ما شيء شبيك لما تكبلك صعدك انتي عليه همي يخليني نعمل لك قهيوه. ليه ليه وراس بنتي مانيش باتيه يلزمني نركب الفطور. اختي جنات جيتك باش تشوف لي. تشوف لك شنشوف لك؟ اسمع سليمان ولدي ضيع خوصة العرس نتاعو قلبت عليها الدار وفركست وما لقيتهاش. قلت تشوف لي انت بمعرفتك نجبوش نلقاوها قبل ما تفيق زينوبه وتشوم له النهار. كي السبله فضيله انا في بالي بيك ما تقولش بيهم هالحكايات. هو في الحقيقه ما نقولش بيهم اما كي الناس الكل وقت اللي تضيق بهم الدنيا يشدوا حتى في قش. هيا عدنانه ورينا اش تنجم تعمل. ان شاء الله ما تحشمنيش قدام امي راهي جيتها عزيزه. بيه قص لا فضيله. قصينا عقدني لا فضيله. عقدني سامي بسم الله لا فضيله. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا ورقه تحب نبدأ ولا فضيله؟ اختي جنات كمل قولي شوف وحدك هكا حتى عقد النية باقي شوفتك واقفة. وي دكتور لاباسة؟ منين لاباس دلندا منين؟ هاو على الصباح هبطت عليا مصيبة. بسم الله منين هبطت؟ ماني ضيعت لاليونس نتاعي. هذيك علاش وين نقول من الصباح شبيك ماكش قد بعضك؟ ها؟ شو؟ لهالدرجة ظهر عليها؟ ليه مش ظهر عليك أما أنا وريت نحس بيك من خسرتك. إيش بيها خسرتي؟ معنيها وريت نعرفك مليح. أسمع دكتور تهانة تنقى وحل إن شاء الله إن شاء الله على يديك نحجو زي البلوك أنا ما ترقاش لليونس في صبعي لما الدنيا تقومها وتقعدها وأنا مليش نقص هالأيامات. بيه بربي رايد روحك دكتور والله العظيم حكايه فارغه تيخي وبرا راحت لليونس الدنيا مفتوفه هي. انت تقول حكايه فارغه ما تعرفش زينب كما نعرفها انا اعطيها فاش تكبش برك. بيه تعرفش كيفاش الليله يلزمك ما باتش في الدار. لا لا تبيت في الدار اما بالليونس. منين باش نجيبها لليونس دلندا منين هاي ضايعه يا اخي. انا قلت لك بالاليونس نتاعك. اسمعني بلك دي دكتور وي بعد الفطور انا نخطف روحي ونمشي ناخذ لك واحده اخرى هكاك تربح انت الوقت باش تلقى لليونس نتاعك ومن بعد اذا كنت تحب نجم نرجعوا لليونس الثانيه باش ما تخسرش برشا فلوس. فريمون خمسه وخميس عليك وهكاك انا ما تقعد لي كان خسرت الفطور وتعرفش كيفاش اتوم مالا نجيب كسكروت ناكلوا في البيرو قال شنو عندي برشا خدمه مثلا. ولا هي جاتني فكره مخير باش انا نفطر مرتاح في داري عطوني نمشي للباجي نسلف من عنده لاليونس نتاعو مادام انت جبت لي لاليونس دو سكور. حلوه لاليونس دو سكور. انت يا انت افكارك احلى. مالا تفهمنا؟ فهمنا اي برا مالا وما تبتعش عايشك. حاضر سيرتو سيرتو ما نوصيكش كلمه لي الاسبوعي تري تري بيان. حسيرو وحدها زايد معاها مثبتة اللي الخوصة ما خرجتش من الدار. اي مثبتة ونزيد نقول لك غايبة شبرين على العين محصورة ما بين تصويرتين واللي باش يلقاها قلب حنين. شكون حن على ولدي من قلب امه معناتها انا باش نلقاها. شنو نانا تزيد قربلها شويه خلي تلقاها فيسع الخوصه. لا 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 هذاك حدي الباقي بنيتي في علم الغيب. المفيد نلقاها انا قبل ما تفطن زينوب. يا سيما كيفاش نسلفك الخوصه بتاعي كيفاش؟ يا بيج يا بيج يا بيج عايش خويا راني مخسور عايشك. تصور زينب تراني بلاش اليونس لما الدنيا تتقلب وين سوف يوصلك انت الطشطه. كنا نعرف الجيران تتسلف راس بصل كاس نتاع زيت مش خوصه نتاع عرس. يا باشا رانا صحاب راهو انا باش سلفها من عندك الوقت الفطور وبعد رجعها لك. ها
راك تستحقني راهو. يا سيدي كيف ضيع حالي كيما ضيعت الاليونس نتاعك؟ كاره انا نقول له باش نتسلفها من عندك وقت الفطور ورجع حالك ويقول لي 7 من 16. شنو نقعد سنه سيادتك انت حتى تكمل فطورك؟ لا يا اخوي ما يساعدنيش. هكا باجي هكا باجي انا الكلي نحاول فيك من قبيله. باهي انت نعرفك اللي يغلبك يجي حسبني. شد هاني باش نخطف روحي نجيب طرف البن وصلتني عليه المراه. نحب كي نرجع نلقاك كملت فطورك والخوصه بتاعي تستنى. فهمت؟ شو نقول لك يا باجي؟ يكثر خيرك يكثر خيرك. وش تقضي؟ ميرسي باجي عايشك. استنى ساعه. وي تمشيش تجبد بيا حتى انا زادك يجي مروح لداري يلزم خوصتي في صبعي خاطر مرتي كانتراني تخنقني. نعرف 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 نعرف. تهنى خويا باجي تهنى. ميرسي. اسبوعي أني خارجة. تسكر انت الصالة؟ شو مش الدكتور؟ لي وصلة بقضية في ساعة وراجعة. أتنجيب معايا كسكروت. باهي ما طبطاش عاد. باهي. اسبوعي يا اخي وليد تحزر عليا. نحزر ولا ليه؟ في انا كي تغيب برشا توحشك بالحق. بون ملا نخليكم وحدكم راس راس. هاي سي اسبوعي هاول سلك تطلق ولات عندك اللوغه والبرتان. جمعة عزوز يا اخي باش تقولي لي مشكلتك كيما مرت خويا. ما تقوليش فيقت اللي هو ريح الخوصه نتاع عرسها. ايوه هذاك علاش هو داخل بعضه من الصباح. صار هو خايف من اختي زينب. ريت ما هو الرجال بتاع توا ريت احمد ربي اللي انت تطيح بواحد كيفي انا. فهمت؟ وانت كان عطاك ربي وريحت الخوصه بعد العرس شكون تعمل؟ اولا انا بعد العرس اول حاجه نعملها نحي ريحه الخوصه خاطر الثقه مش مربوطه بجرد حلقه تتحط في صبعه. وثانيا باش تنحي الخوصه بعد العرس ومازال فيها. ثانيا ملا جرب روحك نحي جردك الحلقه لما نرجعك لياماتك الاولى نتاع العزوبيه. أمي فضيلة تحضر فيه. آه بون خلي واحد يهضم هالكسكسي القمقوم. تعرف أمي وحدها في العالم في كسكسي بالعلوش. كيما يقولوها كسكس له يرجع لأصله. كسكس. أش بيك تهابها بنتي؟ يوم الحمد لله ترستها قد زوز. عليه تعرف في رجيم خويا خاطر في العادة تاكل قد 4 من الناس. هكا صح عليك سليمان صح عليك. انا ما زلت بيك انا يا سي اسبوعي برا شوف الباب. خليني خويا قاعد انا ندرس فقط خطر جابش تحرك ساعه انا ظهرت لي كاينها تنقيس تعزى. نقوم انا كقدر علي يا ربي. بيزي مو لاباس. وي لاباس خوك انا. اي يقعد بزع في الصاله بزل كي ترزق قد قد بالفطور ويستنى في كويس تاي. بالله بالله قاعد يهضم في راحته وانا الشرب شي قبل معتي حتى البن اللي شلته لاولادي مازلت ما وصلتوش. نستنى في سي سليمان حتى يكمل فطوره. قولي باجي تحب يقول له تو؟ قل له قال لك الباجي يجيب لي الخاتم نتاعي. خاتم؟ هي هو يعرف من بعد كي نرجع تو نعاود نسلفه له. ازرب لي روحك شويه راهو المعالق وصلت للخالق. اسمع اسمع
قولها له من غير ما تشلق. اوكي. سيدي خويا الباجي حشتو بيك. الباجي؟ واش حاب عندي الباجي؟ بربي فاش حشتو بيك الباجي؟ وانا وين نعرف زينب؟ بالله وين نعرف؟ لا لا اختي زينب حشتو بسبوع بركة. شنو؟ وفيت شي مضمير متاعك؟ ودي شو تخلي بيناتكم؟ مو قوم شوفوا. هاني قيم له، هاني قيم له. تشبيك هكا مزروب يا باجي؟ مش قلت لك بعد الفطور رجعت الاليونس تاعك؟ هي بعد الفطور، مش بعد فطوري انا، خاطر انا توا باش نموت بالشر يزيد نروح نفطر. ولا هكا هي توا ظهر لك باش تفطر. يخليني نخرى نكمل كويس تاي معنا ومن بعد تو نرجع لك هالرونديله اللي عامل عليها شواء. بالله يا سليمان الخاط نتاعي ولا جرد رونديله؟ باهي اطلع بالصفه. هيا هات انا واقعد انت يا سيدي اعمل كاس تاي نعنع مع المضرب. اطلع هيا هات. تري تري بيان انا طيح في قدري معاك انا. شحاشتو عندك البيش؟ لا 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 حتى شيء. قال لي باش نعمل له مطلب للبلدية ولا شنو هو. بون زينب انا يلزمني نمشي للبيرو يا فيسع فيسع خاطر عندي رابور يلزمني نقدو تاع مريض وجاي العشية باش يهزو. داكور ربي معاك سيدي خويا عاد. يا اخي شبيه سليمان خرج قبل ما يشرب كاستي ساعة طيبته نيق السكر على خاطر. مش مشكلة امي فضيلة صب له كيس تو نخلطه له انا للبيرو. مش قلبي ترجع تخدم من غير ما تعمل كيستي نتاعك. يعيشك زين يعيشك مسي. يشرب بعد ما دام سخون. بسم الله. شبيه صبعك؟ لا لا حتى شيء حتى شيء حكايه فارغه. انا جيت باش نمد الكلبا نتاعي من القجر سرحت شويه هكا يا اخي تسكر على صبعي. الكلبا؟ لا القجر عزيزتي يا اخي صبعي تقرض. تعرف نعملوا عليه شويه الكول وكومبريس مش خيره ترترن شويه. لا 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 تحكي فارغه تي في قرضه ما لها معنى توما تجي العشيه لما يبرى يقول لي طنطن. بي نخليك تخدم مال. يعيشك زينب ميرسي على التاي. يا دلندت يا دلندت أمي فضيلة ما شفتش باكو الفاس مات سليمان قرض صبعه في القجر نتاع البيرو. حيت على ولدي أكو في قجركم يدينوا في بيتي. برافو عليك يا دلندا برافو عليك فريمون. تقولش عليها الخصة بتاعي أنا بالضبط ملا قوة ملاحظة عندك وزيد ما بطيتش. ها ماني ذبلت عينيا للسيغي وقلت له يعيش خويا راني مزروبة إخي حضري لي فيسع فيسع. نعرفك راوكي تذبل عينيك. تعرفه ساعات تذبيل العين تقضي اكثر من الاكتاف والمعارف والقهاوي زادة. تراقيسترا وي وي توت سويت. اه يا دلندا يظهر لي صغيره. ليه انا خديتها لك صغيره بالعاني ما تنسيش اللي الخوصه القديمه نتاعك صغرت عليك. إيه حقا إيفكتيفمون إيفكتيفمون وهذاك عليه عملت لي الحكاك وساعة ساعة أنا النحية باش نفرهد صبعي.
تسمح نعاونك دكتورة؟ هي عاوني عاوني. أهلا زينب. ما تقوليش قاعدين تعملوا في بروفا. بروفا؟ ها أما بروفا؟ أما بروفا؟ سي سليمان أخلط عليا للدار، عندي ما نحكي معاك. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب. شبيكم اش تم؟ زينب يا بنتي ما هوش معقول راهو الشيء اللي تعمل فيه هذايا ما يخرجش علينا. بربي نشدك مع الكاتبة تلبسيك في خاتم وتحبني كتف في داي ونقعد نتفرجوا. يا ولادي صليوا عن النبي شبيكم بسم الله العظيم. يا بنتي يا بنتي وفيتش من الشكوك والفضايح نتاعك. لو كان افكتيفمون انا جيت عامل حاجه هكا ولا هكا نخلي الباب محلول بس سيادتك تهد عليا وتتهمني بحكايه فارغه. بربي يا جماعه قولوا لي ها بالك شي انا مهبوله ندخل نلقى ليلى دالندا تلبس فيه في خاتم اشو معناها ها اشو معناها؟ يا اما قاعدين يبرفوا على عرس والا انا عايشه في بلاد النيه والاخويه. يا امي شيء ما منها الحكايه حكايه فارغه ماهيش تلبس فيا في الخاطر قاعده تعاون فيا على تلبيسه على خاطر المده هذيه حسيت كيف اللي سواب يتنفخوا شويه وكاو هكا. الحاج موسى مش موسى الحاج والخاتم بابا اش مخرجه من صبعك؟ يا بنتي انا بعثت الدلندة قالت لي انا نعرف سايغي باش تهز تنفخوا وتلمعوا وكاو تلمعوا؟ اي فاش قام تلمع فيه؟ ها شو تقولش علي جديد ولا قل لي ساعه انت يا اخي عمرك ما لمعت خاتم عرسنا؟ سي لمعت وما عندي مديده. مالا انا نعلمك يلا اللي انا على قليله مره في العام نهزوا للصايغي نلمعوا وننظفوا. مالا شو بسيكوثيرابيوت كامل ولا اليونس نتاعو بلح؟ سيدي خويا مقوي في البرطان. يا ربي شو كيف سيدي خويا خوستك خوستي لا هاي انا خوستي هاي في بيتي يا خويا ولا خوستك هاي يا عجبك شي ها جنات عندها الحق. ترى وريني يا والله خوستك بالحق انت هاو التاريخ ولا سامي من الخوصة اللي لابسها متاع شكون؟ يقولها الحقيقة وقص الصداق اش عنده باش يقول لي زادة؟ يا بنتي مشافي بالي اللي انا ضيعت خوصتي وليت بعد دلندة باش تشري لي خوصة جديدة فوالا هكا هاو. سارة ما تقوليش اللي انت عملت هذا الكل على خاطرك خايف مني. اي نعم يلا نخاف منك يجيش لبالك. يا محليك يا سلومة قديش تعجبني. بسيف يعجبها يا للا بسيف يا ناري على ولدي وانا يا ناري على اخويا. تعرف سلومة والله كان قلت لي على حقيقة من الاولى وراسك انت لن تغش عليك. ابا مي بيان سور خاطر الحوايج هذوما يقعوا يصيروا انت شنو هي المشكله؟ رجعه صباح الخير يا زيزو. شنو هي هذه زاده يا طفل؟ قلت لك من هيك العام كي انت ما تعرفش تتربش بيا مش لازم في كل مره تقلب لي اسمي. وزيد زيزو هذي مش عاجبتني. سعد البارح تفرج في التلفزة على متشكورة في فرنسا المعلق من اللي بدا الماتش اللي فاو يتربش بجوار يعيط له يا زيزو. اولا انا مانيش جوار متاع كورة. ثانيا زيزو هذي اسم زين الدين زيدان الثاني. تبارك الله عليك يا زيزو قداش تفهم الكورة. نفهم في الكورة الكل الا الكورة اللي فوق كتافك هذي. صباح خير يا اخي كيف بويني؟ يظهر لي دخلت حضر لك في قهوتك دكتور. قهوة شكون؟
قهوتك دكتور. اي والله وقيدي بالحق. قلت لي وقتاش عندك موعد انت؟ الكاتبه نتاعك قالت لي باش نجي 9. اسمي حسن حسني. اي وي وي ستة حسن حسني 9 مرحبا بيك. احكي لي انت شكون عندك بالضبط؟ وتفضل اقعد تفضل. مش ندخل البيرو خير؟ مو انا يلزمني نعرف عليك حاجات ما بين جاي زميلي يكمل معاك في بيرو في بيرونا. تفضل تفضل. قل لي اول مره تجي تعدي عنا سي حسن حسني؟ صباح كيس بوي. صباح خير مدموزيل دالندا. مدموزيل دالندا من وقتيش؟ قل لي يا اخي شبيه الدكتور تو ما جي؟ صار مش هذا طبيبة؟ شكون طبيب هذا؟ ليه؟ هذا اسبوعي يفرم لي زميلي. سعيدك. ما قلت ليش اسبوعي؟ زعما الدكتور مزي بشبكة؟ ني يزور لي. مش قطع سروالو؟ قطع سروالو؟ صباح خير دكتور. صباح خير. تفضل أول فيشة متاع سي حسن حسني. بارك الله فيك. عسلامة سي حسن حسني. عايشك. تفضل 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 معي البيرو. زعما تسمعني؟ شنو سامعك؟ هو عليا هو. أمي فضيلة يا ختلوج على حاجة؟ ليه؟ علاش؟ ليه خطر من بكري وأنا أشوف فيك تفركس من بلاصة لبلاصة. بيت النوم متاعي دخلتها يجي 3 مرات ومخاد الصالة قلبتهم وشقلبتهم ما نعرفش قداش من مرة. قولي راهو كان ضيعت حاجة بلكش نجم نعاونك. ليه؟ نخمل في الدار كيف العادة. وانتي شبيك لهي بيا سي عينة ندور وانتي ورايا مو لباس تعس علي ولا شنو حكايتك؟ أوف إش قام نعس عليك؟ هاني ماشي البوتيك متاعي وسامحني كان قلقتك. سميح قل لي سيدي من وقتاش تبدلت ولات عنيفة معاك هكا؟ جمعة بعد العرس تلواش دكتور روحت بعيني زرقة ملوتيلي العدينة فيه شهر العسل. لا عسل عسل. وانتي عندك مدة وتاكل فستاكة وساكت؟ عمرك ما حمرت عليها عينيك هكا وحطيتها في بقعتها؟ حاولت يا دكتور اما الغالب اقوى مني تغلبني راهي تغلبني. اما فما مرة اتشجعت إيه؟ وقلت لها لو كان مازلت تحط يدك عليا الا ما نشكي بيك. ولا تعرف ايش عملت لي؟ شو عملت لك؟ عطاتك بونية؟ يا ريت. ما اللي عطاتك دماغ؟ يا ريت يا دكتور يا ريت. حصرتني في الدار 3 ايام بلا ماكله ولا شراب. شنو وما سيبتني الا ما حلفت لها باش ما عادش نهددها بالحاكم. هذا ممنوع هذا هذا ممنوع سيدي هذا بريز دوتاج يتسمع. ومن وقتاش عندكم معرسين فهل هنا والسعاده هذه؟ هو محسوب 5 سنين. 5 سنين. صباحني ان شاء الله خير. يدور لي يدور لي يا الو وي دالاند امي جاي تعمل امي هوني بيه قول لا تدخل شو نعمل. سامحني يا سامحني. ها امي مو لاباس؟ سامحوني. شوف انفضت الديفو في الدار قلبتها ريحتها ما ثماش. هذاك اللي كنت خايف منه انا. زعما وين مشات عجب؟ تكونش ضيعتها هوني في البيرو. في البيرو؟ تعرف كيفاش؟ نخدم على روحك توينا نفركس. يا عمي يا عمي ليه عايشك ليه عايشك؟ تو نفركس هنا قاعد نخدم توا قاعد نخدم. في لمان امي؟ في لمان في اش قولك في ولدي؟ فاش تكبش برك؟ باهي تعرفش كيفاش؟
الليلة يلزمك ما بيتش في الدار؟ لا تبيت في الدار أما بالأليونس. منين باش نجيب الأليونس دلندا؟ منين؟ هاي ضايعة يا أخي. أنا قلت لك بالأليونس متاعك. أسمعني بلك دي دكتور. وي بعد الفطور أطلب نخطف روحي ونمشي نخذ لك واحدة أخرى هكيكة تربح أنت الوقت باش تلقى الأليونس متاعك. ومن بعد إذا كنت تحب نجم نرجعوا للأليونس الثانية باش ما تخسرش برشا فلوس. فريمون خمسة وخميس عليك. وهكاك أنا ما تقعد لي كان غسرت الفطور. وتعرفش كيفاش أعطوهم مالا نجيب كسكروت ناكلوا في البيرو قال شنو عندي برشا خدمة مثلا. ولا هاي جاتني فكرة مخير باش أنا نفطر مرتاح في داري أعطوه نمشي للباجي نسلف من عنده الأليونس بتاعه مدام أنت جبت لي الأليونس دو سكور. حلوة الأليونس دو سكور. أنت يا أنت أفكارك أحلى. ملا تفهمنا؟ تفهمنا أي برا ملا وما تبتعش عايشك. حاضر دكتور. إيسيرتو ما نوصيكش كلمة لي الأسبوعي. تريتري بيان. حسيلو وحدها زايد معاها مثبتة اللي الخوصة ما خرجتش من الدار. أي مثبتة. ونزيد نقول لك غايبة شبرين على العين محصورة ما بين تصويرتين واللي باش يلقاها قلب حنين. اشكون حن على ولدي من قلب امه معناتها انا باش نلقاها. شنو نانا تزيد قربلها شويه خلي تلقاها فيسع الخوصه. لا 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 هذاك حدي الباقي بنيتي في علم الغيب. المفيد نلقاها انا قبل ما تفطن زينوبة. يا سيماي كيفاش نسلفك الخوصه بتاعي كيفاش؟ يا بيجي يا بيجي يا بيجي عايش خويا راني مخسور عايشك. تصور زينب تراني بلاش اليونس لما الدنيا تتقلب وين سوفو يوصلك انت الطشطه. كنا نعرف الجيران تتسلف راس بصل كاس نتاع زيت مش خوصه نتاع عرس. يا باشا رانا صحاب راو انا باش نسلفها من عندك الوقت الفطور وبعد رجع حالك راك تستحقني راو. يا سيدي كيف ضيع حالي كيما ضيعت الاليونس نتاعك؟ كعرف انا نقول له باش نسلفها من عندك وقت الفطور ورجع حالك ويقول لي 7 من 16. شنو نقعد سنه سيادتك انت حتى تكمل فطورك؟ لا يا اخوي ما يساعدنيش. هكا باجي هكا باجي انا الكل نحاول فيك من قبيله. باهي انت نعرفك اللي يغلب كيجي حسبني شد هاني باش نخطف روحي نجيب طرف البن وصلتني عليه المراه نحب كي نرجع نلقاك كملت فطورك والخوصه نتاعي تستنى فهمت؟ شو باش نقول لك يا باجي يكثر خيرك يكثر خيرك. وش تقضي ميرسي باجي عايشك. استنى ساعه وي تمشيش تجبد بيا حتى انا زادك يجي مروح لداري يلزم خوصتي في صبعي خاطر مرتي كانت راني تخنقني. نعرف 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 تهنى خويا باجي تهنى ميرسي. اسبوعي عندي حاجه تسكر انت الصاله. شو مش الدكتور؟ لي واصله بقضيه في ساعه وراجعه اتنجيب معايا كسكروت. باه ما طبطاش عاد. باه اسبوعي يا اخي وليد تحزر عليا. نحزر ولا لا انا كي تجيب برشا توحشك في الحق. بون ملا خليكم وحدكم راس راس. هيس اسبوعي هاول سلك تطلق ولات عندك اللوخه والبرتان. سمع عزوز يا اخي باش تقولي لي مشكيكه كيما مرت خويا. ما تقوليش فيقت اللي هو ريح الخوصه نتاع عرسها. هذاك علاش هو داخل بعضه من الصباح صار هو خايف من اختي زينب. ريت ما هو الرجال بتاع توا ريت احمد ربي اللي انت تطيح بواحد كيفي انا فهمت؟ وانت كان عطاك ربي وريحت الخوصه بعد العرس شكون تعمل؟ اولا انا بعد العرس اول حاجه نعملها نحي هذه حكايه الخوصه خاطر الثقه مش مربوطه بجرد حلقه تتحط في صبعه. وثانيا باش تنحي الخوصه بعد العرس ومازال فيها ثانيا ملا جرب روحك نحي جردك الحلقه لما نرجعك لياماتك الاولى نتاع العزوبيه.
اخي ما ذماش كويس تاي هاي كمي فضيله تحضر فيه بون خلي واحد يهضم هالكسكسي القمقوم تعرف امي وحدها في العالم في الكسكسي يا بابا حق امي قاعده تصحفط على الكريمه تاع البارح ما نجمش نكملها اش فيها بنينه وخفيفه غلبتك لا وادي خليت شويه مقروض من الاسواق بشمت بقي التبح في مثل الشارع قلت لي راني عملت لك مقروض في الدار سليمان مع الصبح على امك سامحني امي صباح الخير والله نسيت سيدي خويا اخي ما ردنيش انا ما تقوليش بيك داخل بعضك ضيعت حاجة تي لا تي هدرة فارغة فلوس اي اي امي ضيعت بياسة بخمس الاف بعد 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 لا تحكي فيها خمس الاف نلقاها في دقيقة اما اسمع سيدي خويا راه نقسموها راه برا شد بوقتك برا برا ناقصك انا توا قلت لك عاوني عليه سليمان خوك يحب يعاونك تبخسوا امي بيش اسمع هنا قبيله الحشم في لحيتي في بيت البان لفت الصبح ما لقيتش خوصه العرس قلت له ربما ضيعت هنا في الصاله ماني سهر انا البارح صار هذه هي الحكايه ولكش خليتها في بيتك زعما نشد شي مرتك ما نشدهاش فك عليا تقول لك هذايا ضيع الخوصه بالعاني باش ما عادش يحطها ما نسخايلكش تخاف منها لهالدرجه انا مش خاف منها يا عمي اما المشاكل الزايده الوين بيبي برا اغسلو شي وطوعا نكمل نخمل الصاله هنا كان تحت هوني تو نلقاها يفضلك يا عمي وانا تو نستناها تخرج من البيت ولا وجهها غادي امي اشكالي وش وجهك يشكي مني كالعاده لا حاجه بيني وبين بعد انا خطيني خطيك هاي الحمد لله شاب يا اخي وين مشيت مرة عطو مش بشي خلصنا مش بشي سلكنا صباح الخير صباح الخير من الليلة تعدت لي البارح كنت تعرفوا شو حلمت ان شاء الله خير اخي حلمت بروحي ماشي للبولينج نهار السبت العشيه بحوايجي القدم ولطف على بنت خويا وكي قلت لكم مشيو لي بونتا كور ومريو البيزو بيزو كي كستو بيزو بيزو وش هي هذه تي نوع نوع نتاع قماش ياسر دي مودي اما انا نعلمك هازبين اللي البيزو بيزو رجعت طالع ياسر اي سورتو مع بونتا كور وبوت نتاع كيتاسيون انا هازبينه اسمع مش تعلم شويه انجلي في المكتب باش تولي تسبني هازبين معناها انتيكا بابورك زفر ماما اسمع فيها فاش تقول لي نسمع فيها وماني فاهمه حتى شيء اسمع خير اسمع خير تنصر اذا كان نفض الغبره الكل وانت ما زلت كح طون جيب لك سيرول برويك يكح من وقتيت كح عندك ال قبيله كي جا للصاله ولا يكح هذاك علاش انا باش نفض لها غبرتها بسم الله بسم الله عندك الحساسيه ولا كيف ربي يستر ختمت هذاك اللي ناقصني انا جيب السروال تفتق مش مشكل تنخيطوا من بعد وانت فاش قام حاط يدك في مكتوبك صبحت لي كي القرسانه شويه هكا وكاو عيطت لي هيك جميل نانا هاو عم السيدق جاكي يشكي يتفضل ادخل جبك من البير لا لا عاش بنتي مثلو
مزروب انت ريتي وفاضي شغل اش عندك ما مزربك يا بابا يا داري ولا قعدت بيها الكاس يا تلقاك عندك فويت وهذا فيه شك يلا كيفاش قاعد تستنى بابا تحب البلاص يا رحله يلا امشي اجري لست اكلمهم انت مولات الدار وانت يلزمك تكلم السيك طوى وقته انا ولا انت كيف كيف الكاس ما تلعبش بيه ماني ما نشمش مشيلهم عيطت لهم برشا مرات وديما نفس الحكايه شي ما يتقوش الفويت سارة تطلعش تهلوس والمرة هذه تحبني أنا نقعد الحشمة معاهم منين الهلوس؟ عندك ثلاثة أيام لا قطعة لا وقيدة ولا بريكية في الدار اطلع معاي وثبت بنفسك وكان ما شميت شيء طاح الكف على ظلم بيه يا سيدي طوى نطلع معاك فرصة باش نشوف البرطمان يا من وراني عاد كيفاش ولا يا لا باللي باش يولي ما يوليش عاد عاسم الحالة اللي لقيته فيها كير مفيد كير مفيد هيا نمشي عزة يا عزة هاني واصلة مع عمك الصادق الشوكيع وهاني راسي بالعلوش كيما يقولوها كسكسلو يرجع لاصلو اش بيك تهابها بنتي يوم الحمد لله ترستها قد زوز عليها تعرف في رجيم خويا خاطر في العادة تاكل قد أربعة من الناس هكا صح عليك سليمان صح عليك انا ما زلت بيك انا يا سي اسبوعي برا شوف الباب خليني خويا قاعد انا ندرس قد قد ما نجمش نتحرك ساعه نظهرت لي كاينها تنقيس تعزه نقوم انا قدر علي يا ربي بيزي مو لباس وي لباس خو كمان اي يوقف بزع في الصاله بزل كي ترزع قد قد بالفطور ويستنى في كويس تي بلي بلي قاعد يهضم في راحته وانا الشر باش يقوم لي معتي حتى البن اللي شلته لاولادي مازلت ما وصلتوش نستنى في سي سليمان حتى يكمل فطوره قول لي باش تحب نقول له تو قل له قال لك الباجي يجيب لي الخاتم نتاعي خاتم ايه هو يعرف من بعد كي نرجع تو نعاود نسلفه له ابا ازرب لي روحك شويه راهو المعلق وصلت للخالق اسمع اسمعي قولها له من غير ما تشلق اوكي سيدي خويا الباجي حشته بيك الباجي واش حاب عندي الباجي بربي فاش حشته بيك الباجي وانا وين نعرف زينب بالله وين نعرف لا لا يا اختي زينب حاجته بسبوع بركه شنو وفيتشي الضمير نتاعك هادي شنو تخلي بيناتكم ما قوم شوفوا هاني قيم له هاني قيم له تشكي تشكي كاكا مزروب يا باجي مش قلت لك بعد الفطور رشحك الاليونس تاعك اي بعد الفطور مش بعد فطوري انا خاطر انا توا باش نموت بالشر يزيد نروح نفطر ولا هكا توا ظهر لك باش تفطر يخليني نخرى نكمل كويس تاي منعنع ومن بعد توا رجعلك هالرونديله اللي عامل عليها شواء بالله يا سليمان الخاتم تاعي ولا جرد رونديله باهي اطلع بالصفا هيا هات انا واقعد انت يا سيدي اعمل كاس تاي منعنع مع المضرب اطلع هيا هات تري تري بيان انا طيح في قدري معاك انا ها شحاجته عندك الباجي لا 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 حتى شيء قال لي باش نعمل له مطلب للبلديه ولا شنو بون زينب انا يلزمني نمشي للبيرو يا فيسع فيسع خاطر عندي رابور يلزمني نقدو تاع مريض وجاي العشيه باش يهزو دكار ربي معاك سيدي خويا عاد يا اخي شبيه سليمان خرج قبل ما يشرب كاس تي ساعه طيبته نيق السكر على خاطر مش مشكله امي فضيله صب له كاس تو نخلطه له انا للبيرو Thank you.
ما عطانيش قلبي ترجع تخدم من غير ما تعمل كيستين تاعك. يعيشك زين، يعيشك مسي. يشرب بعد ما دام سخون. بسم الله. حي. شبيه سبعك؟ لا لا حتى شيء حتى شيء، حكايه فارغه. انا جيت باش نمد الكلبان تاعي من القجر. سرحت شويه هكايا يا اخي تسكر على صبعي. الكلبان؟ لا القجر عزيزتي. يا اخي صبعي تقرض. تعرف نعملوا عليه شويه الكول وكومبريس مش خيره؟ ترى نشوف. لا 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 تحكيها فارغه تي قرضه ما لها معنى. تو ما تجي العشيه لما يبرى يقول لي طنطن. بي نخليك تخدم مال. يعيشك زينب. ميرسي على التاي. يا دلندة يا دلندة. أمي فضيلة ما شفتش باكو الفاسمات سليمان قرض صبعه في القجر نتاع البيرو. حيت على ولدي أو كيف قجركم يدينوا في بيتي. برافو عليك يا دلندا، برافو عليك فريمون. تقولش عليها الخوصة بتاعي أنا بالضبط. ملا قوت ملاحظة عندك وزيد ما بطيتش. ها ماني ذبلت عينيا لست بيبو عليه الكلام. لو كان دور البلاد الكلها ما تلقاش كيف. يكمل عليك يا حاجة. يعيش يعيش. أي أمي توا في الأمان ويظهر لي ما عادش بكري على فطورك. قل لي قبل ما نرتب الفطور شاهي شي حاجة نطيبها لك. أنا شبيتي شوف شوف مع أسبوعي. حقا وي يا أخي شبيه أسبوعي خايف منك يرعش. إيش عمل؟ شي يا أمي شي تو نحكيهم بعد من بعد نحكيهم. هيا في الأمان أمي. في الأمان في الأمان. سامحني ولدي ذا عطلت. اسمح يا حاجة اسمح. الوالدة. موسيقى غناء لقاءات مع فنانين ضيافتنا سهرة فنية تتابعونها مساء كل سبت على القناة الوطنية الثانية فكونوا في الموعد. باقي عابدك يا خيتي من رجلي الكبيده نتاعك. ما تسمعش كلام واش عندك فيه. قول لي اختي جنات ما نجمش ندخل حذاك الدقايق حاجتي بيك في قضايا. بلا لا ماهيش الا فضيله. تفضل تفضل تفضل. هاي تفضل سي حسن الحسني. مالك ما وصيتك وريذ اللعب قد ما تقدر وكورعش وما عاد نجم عجايب قدرة ربي. اي كان لقيت سبب باش نتلفها يا دكتور. سايرة سايرة. بارك الله فيك. في الأمان. في الأمان. والله يتمسيه كل أمي. هي وصاتك من ما تخرج. وما وصاتكش باش تشد لسانك قدام الناس. دايرة ما قالت ليش عليها. ربي يا دكتور سامح وربي يوسع بالك. يا أمي شعملت لك يا أمي هكا. يا أمي شعملت لك هكايا يا أمي. ها؟ سيدي خويا ويني؟ خوصة تاع العرس بتاعك. خوصة؟ أما خو خو خوستي ها في البيرو خوستي كلاني صبعي يا أخي نحيتها ورجعها من بعد شوية وانت على تسأل. لا لا أنا قلت تطلعش كيما برشا رجالك اللي كيجيو خارجين من الدار ينحيوا الخوصة زعما زعما عزاب. سيدي خويا ننصحك ترجعها والله والله بالحق تشرق بيك أختي زينب. بالله ما لا ما شنو لا لا ما شيء شبيك
بعضك. انت عليه هومي يخليني نعمل لك قهيوه. ليلي وراس بنتي مانيش باعتيه، يلزمني نركب الفطور. اختي جنيه جيتك باش تشوف لي. تشوف لك شن؟ نشوف لك. اسمع، سليمان ولدي ضيع خوصه العرس نتاعو، قلبت عليها الدار وفركست وما لقيتهاش. قلت تشوف لي انت بمعرفتك نجبوش نلقاوها قبل ما تفيق زينوبه وتشوم له النهار. كسب لا فضيله، انا في بالي بيك ما تقولش بيهم هالحكايات. هو في الحقيقه ما نقولش بيهم، اما كي الناس الكل وقت اللي تضيق بهم الدنيا يشدوا حتى في قش. هيا عدنانا ورينا اش تنجم تعمل. ان شاء الله ما تحشمنيش قدام امي، راهي جيتها عزيزه. بيه قص لا فضيله. قصين عقدني لا فضيلة. عقدني سامي. بسم الله لا فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا ورقة تحب نبدأ ولا فضيلة؟ أختي جنات كمل قولي شوف وحدك. هكا حتى عقد النية باقي شوكتك واقفة. وي دكتور لاباس؟ منين لاباس دلندا؟ منين؟ هاو على الصباح هبطت عليا مصيبة. بسم الله منين هبطت؟ ماني ضيعت لاليونس نتاعي. هذيك علاش وين نقول من الصباح شبيك ماكش قد بعضك؟ ها؟ شو؟ لهالدرجة ظهر عليا؟ ليه مش ظهر عليك، أما أنا وليت نحس بيك من خسرتك. شبيها غزرتي؟ معنيها وليت نعرفك مليح. اسمع دكتور، تهنى تنقى وحضر. ان شاء الله ان شاء الله على يديك نحجو زي البلوك. انا ما ترقاش لانيونس في صبعي لما الدنيا تقومها وتقعدها، وانا مليش نقص هالايامات. بيه بربي رايد روحك دكتور، والله العظيم حكايه فارغه. تيخي وبرا راحت لليونس الدنيا بشتوفه. هي انت تقول حكايه فارغه، ما تعرفش زينب كما نعرفها انا. اعطيها